السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو كيف أترك الغيبة. أولاً ضعها بين عينيك. إذا تخلصت من الغيبة والنميمة فقد تخلصت من ثلثي عذاب القبر. أول خطوة تكرار هذا الدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة: اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين. الخطوة الثانية: في كل مرة تغتاب أحد اجبر نفسك أن تستغفر عنه 100 مرة، فتكون قد حافظت على حسناتك وعودت نفسك على حفظ لسانك. الخطوة الثالثة: أكثر من هذا الدعاء ليكون قلبك سليما لكل مؤمن، وبعدها لن تغتاب أحدا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الخطوة الرابعة: الدفاع عن من اغتيب في وجودك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الخطوة الخامسة: عند ملاحظة التغيير للأفضل اسجد لله سجدة شكر في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الخطوة السادسة: وفي نهاية كل مجلس نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. من قاله في نهاية المجلس غفر له ما كان في مجلسه ذلك. الخطوة الأخيرة: كما نعلم كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، فتقول: اللهم اغفر لي واغفر لكل شخص قد اغتبته بقصد مني أو غير قصد. مع السلامة.